الجيش السوري نجح في بسط نفوذه هذا السبت على أحياء الظاهرية والمتقاعدين وحي الجمعية في مدينة تدمر، وشدد الطوق على تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية بدعم من القوات الروسية التي تشارك في المعركة، ما ساهم في استعادة جزء كبير من المدينة الأثرية الواقعة بريف مدينة حمص الشرقي وسط سوريا. كما تتواصل المعارك من أجل استعادة بلدة العامرية في المنطقة الشمالية من تدمر، حيث تعتبر مدخل تنظيم الإرهاب إلى المدينة الأثرية. ويسعى النظام السوري بعد إحكام سيطرته على تدمر للتقدم باتجاه مدينة السخنة شرق المدينة. ما زلنا الآن نتابع تدمير الإرهابيين على مداخل مدينة تدمر، وخاصة بالحي الغربي من مدينة تدمر، وهم الآن ينسحبون بأرتال ضخمة ويبتعدون عن المدينة. قوات النظام السوري تشن هجوما منذ السابع من شهر آذار مارس الجاري لاستعادة تدمر من داعش الذي يسيطر على المدينة منذ أيار مايو من العام الماضي، وعلى أثرها ومعالمها القديمة. كل جهة عالمية علمية محبة لمدينة تدمر إذا أرادت أن تشارك معنا بأي دعم حول إعادة أعمار تدمر وترميمها فنرحب بتلك المبادرات العالمية، لكن بالأساس ننطلق من جهود وطنية. مدينة تدمر السياحية التي تعتبر من بين أهم المدن الأثرية في العالم، تصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي، وتطلق عليها اسم لؤلؤات الصحراء، وتعرف في سوريا باسم عروس الصحراء.